ايه ده؟ باين عليك نسيت اللي انا قلته لك. صوتك للباشا ب 100 جنيه. متردد؟ خليهم 200. ها؟ قول 300 بس ما تنساش. وانت بتعلم قدام اسم الباشا تصور بالموبايل. ما تنساش. خلي بالك اللي نعرفه احسن من اللي نعرفوش، والبيت خبرة، وبعدين ده نايبنا في البرلمان من سنين كتير، وبعدين هو قال اذا كان على طلباتنا المرة دي غير كل مرة هينفذها هينفذها. يهون عليك يا راجل، يهون عليك. يدي علينا الريسيفر دول وعدوك هيدولك لو انتخبت الراجل المقتدر. انتخبوا بقى وخلاص، خلي عيال تتفرج وتتبسط. صوتك أمل لطفلة ولد، صوتك كرامتك وكرامة بلد. صوتك أمانة. مصرنا الجديدة إحنا اللي هنبنيها، ابتدي بنفسك وسوا نعليها.